هذا وسلمت حركة حماس محتجزتين إسرائيليتين لديها في ميدان فلسطين بوسط مدينة غزة ضمن الدفعة السابعة من اتفاق الهدنة الممتد. ومن المقرر أن تسلم حركة حماس خلال الساعات المقبلة 8 محتجزين إسرائيليين ضمن صفقة للتبادل، كما سيتم اليوم الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا من سجن عوقر، من بينهم 8 فتيات من الداخل و 20 طفلا حتى سن 19 عاما من سكان الضفة الغربية والقدس، حيث من المرتقب أن تقوم سلطات الاحتلال بتسليمهم إلى الصليب الأحمر لمرافقتهم إلى الجانب الفلسطيني.